بسم الله. النهاردة هنكمل شرح منهج فيزياء 11 متقدم. هنتكلم على الوحدة الأخيرة في الفصل الأول قوة. طيب المنهج من أوله كده كان بيتكلم عن إيه؟ أول وحدة كانت نظرة عامة، وبالأخص كنا بنتكلم عن المتجهات وبنراجع عليها. بعد كده تاني وتالت وحدة هم تطبيق على نوع من أنواع المتجهات اللي هي الحركة، فمنها الإزاحة والسرعة والعجلة. فشفنا الحركة في بعد واحد والحركة في بعدين. الوحدة الأخيرة هي نوع تاني من أنواع المتجهات اللي هي القوة. طيب عايزنا نعرف فيها إيه؟ أول حاجة بيكلمنا عن أنواع القوة. ففي قوة، في نوعين من القوة حوالينا في الدنيا كلها. قوة بتنشأ نتيجة التلامس ما بين جسمين، زي ما أنت دلوقتي قاعد على الكرسي، فدلوقتي أنت بتأثر على الكرسي بوزنك، والكرسي بيأثر عليك بقوة عمودية كنا أخدناها في الصف التاسع وهنراجع عليها كمان شوية. وزيها كتير من القوة زي قوة الشد والدفع والاحتكاك والزنبرك اللي أخدناها قبل كده. وفي قوة بتنشأ وايرلس، يعني من غير ما يكون في تلامس ما بين الجسمين، زي اللي قبل كده أخدناها إمتى؟ لما كان القوة ما بين الشحنات، مش الشحنات بتتنافر وتتجاذب فيما بينها عن بعد، فدي بنسميها قوة مجالية. فالقوة المجالية هي القوة اللي بتنشأ بين الأجسام عن بعد، زي إيه؟ زي قوة الجاذبية، الأرض بتجذب كل الأجسام اللي عليها بقوة مش لازم يكون في بينهم تلامس، والقوة الكهرومغناطيسية والنووية القوية والضعيفة. بعد كده عايزنا نعرف نوع مهم من القوة، ألا وهو قوة الجاذبية، وإيه الفرق ما بينه وبين الكتلة. يعني دلوقتي في الحياة العامة لما حد يسألك إيه وزنك، كم وزنك، فبتقول له 80 كيلو. فهنا لو في واحد عالم فيزياء واقف كده هيضرب كف على كف ويروح ينتحر. ازاي يسألك عن وزنك وتقول له بالكيلو؟ ففي فرق ما بين الكتلة والوزن. ايه هما؟ الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. يعني ايه؟ يعني لو عندي كورة من الحديد وكورة بنفس الحجم من القش، ليه كورة الحديد اتقل كتلتها اكبر؟ لانها بتحتوي على مقدار من المادة أكبر، لأن جزيئاتها أقرب من بعض، ففي نفس الحجم ده هيبقى فيه مقدار من المادة أكبر فكتلتها أكبر. لكن القش الكثافة أو مقدار المادة اللي بيحتويها نفس الحجم بيكون أقل. فالكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، وهي كمية قياسية، يعني مش لازم أعبر عنها باتجاه، وبتتقاس بإيه؟ بالكيلو. أما الوزن فهو قوة الجاذبية المؤثرة في جسم. لما بيكون في جسم ليه كتلة، فالأرض بتأثر على الكتلة دي بقوة فتخليه يتحرك بعجلة، فناتج القوة اللي بتأثر بيها الجاذبية دي هي قوة الجاذبية اللي بتساوي كتلة الجسم في العجلة اللي هيتحرك بيها اللي هي عجلة الجاذبية. وهي كمية متجهة وبيبقى اتجاهها دايما للأسفل، عشان كده هي في اتجاه سالب واي. طب القوة بتتقاس بإيه؟ أقدر أجيبها من القانون إن هي بكيلو جرام والعجلة بمتر على ثانية تربيع. وبعد كده قالوا طيب في واحد ساهم كتير في مجال القوة اسمه باشمهندس نيوتن، فهنسمي وحدة القوة على اسمه. فالواحد نيوتن يكافئ واحد كيلو جرام في متر على ثانية تربيع. بعد كده بيقول إن الكتلة دي نقدر إن احنا نعرفها تعريفين على حسب السياق. يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي لو انت في ليك اتنين زملاء، واحد عريض شوية واحد رفيع، وجيت تأثر بقوة على صاحبك ده، يعني جيت تزقه، ايه اللي هيحصل؟ مش هيتحرك من مكانه، او ممكن يتحرك حركة خفيفة. لكن لو جيت تأثر بنفس القوة على زميلك الرفيع هيبعد جدا. طيب فبنقول ان ممكن نعبر عن الكتلة هنا هي مقدار أو مقاومة الجسم لتأثير القوى الخارجية، فدي اللي بنسميها كتلة القصور، قياس مقاومة الجسم لأي نوع من القوة. فلما تأثر على جسم بقوة ويتحرك بعجلة، الناتج هو الام. فزميلك العريض لما انت تأثر عليه بقوة فيتحرك بعجلة صغيرة فتبقى كتلته كبيرة، وزميلك الرفيع لما تأثر عليه بنفس القوة فيتحرك بعجلة كبيرة فتبقى كتلته صغيرة. العلاقة بينهم عكسية.
أما الكتلة ممكن نعرفها بتأثير الجاذبية، هي الكمية اللي بتقيس استجابة الجسم لقوة الجاذبية. فزميلك العريض برضو لو انتوا نطيتوا انتوا الاتنين مع بعض هو هينزل الأول لأن جذب الأرض ليه أكبر. طيب المهم نخش في المفيد. برضو زي ما اتفقنا ان كل المنهج السنة دي هو عبارة عن استرجاع لحاجات اخدناها من سنتين، خاصة في الصف التاسع، بمجرد ان احنا بنضيف عليها بعض الحاجات الجديدة بس. طيب فكنا اخدنا قبل كده لما يكون في جسم بيأثر عليه عدة قوة بنجيب محصلة القوة ازاي. فلو عندنا مثلا ترابيزة انا بأثر عليها بقوة 5 وانت جيت تزقها معايا في نفس الاتجاه بقوة 7، فالترابيزة دي هتتحرك فين وبقوة كام؟ دي اللي بنسميها المحصلة. فأكيد هتتحرك في اتجاهنا وبقوة مقدارها مجموعنا. طيب لو انت جيت رخمت عليا وقمت جاي قدامي وزائق بقوة 7 نيوتن، الترابيزة هتتحرك فين؟ هتتحرك في اتجاه الكبير وبقوة مقدارها طرحنا. فبنقول لو في قوة بتأثر في جسم في محور واحد، احنا كده احنا الاتنين في محور اكس، او لو واحد بيزق من هنا وواحد من هنا فاحنا في محور واي. فلو في قوة بتأثر على جسم في محور واحد بيكون المحصلة هي عبارة عن مجموعهم. تقول لي ازاي؟ هو مش انت قلت في مرة مجموعة ومرة طرح؟ فهقولك المجموع الاتجاهي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دول متجهات، فهجمع كل واحد بإشارته المتجهة. فالخمسة دي هتبقى بالموجب والسبعة دي هتبقى في عكس الاتجاه بالسالب، فيطلع -2. أفهم إيه من السالب دي؟ هل هي مقدار يعني بأثر بقوة أقل من الصفر؟ لا، أنا بأثر بقوة مقدارها ده والسالب بيشير للاتجاه. طيب وبعد كده لو أنا أثرت بقوة من الأسفل كده للأعلى ب5 نيوتن برضو، الترابيزة دي هتتحرك فين؟ هل هتتحرك كده ولا هتتحرك كده ولا كده ولا كده؟ هتتحرك في اتجاه ما بيننا. فبنقول ان القوة المحصلة لقوتين متعامدتين اقدر اجيب المقدار بتاعها عن طريق فيثاغورس، واقدر اجيب الزاوية اللي هي هتتحرك بيها دي من قانون التان انفرس القوة العمودية اللي هي 7 في المثال ده على القوة الأفقية، سوري اللي هي 5 في المثال ده على القوة الأفقية اللي هي 7. وبنكرر تاني القانون ده بيجيب لي أنهي زاوية؟ بيجيب لي زاوية المتجه المحصلة مع محور إكس في الربع اللي هو فيه. فلو كان مثلا أنا بأثر بقوة عاملة كده وأنت بتأثر بقوة عاملة كده، فأكيد لما أجيب القوة دي مع القوة دي فيبقى المحصلة عاملة كده، فالمحصلة كده هتبقى في الربع الرابع. فالزاوية اللي أنا بجيبها من القانون ده بتكون أنهي زاوية؟ 1 ولا 2؟ بتكون الزاوية اللي عاملاها المتجه مع محور إكس في الربع اللي هي فيه. طب لو كانت المحصلة هنا فالزاوية اللي أنا بجيبها هي دي، لو كانت هنا فهي دي. وبعد كده عشان أسلم حاجة وعشان ما تلخبطش بعد كده في تحليل القوة وهكذا، ان انا انسب القوة اللي عاملها المتجه المحصلة مع محور اكس الموجب. فالزاوية اللي انا جبتها لو هي هنا هيبقى مع محور اكس الموجب 180 ناقص، لو هي هنا هيبقى 180 زائد، لو هي هنا فتبقى 360 ناقص وهكذا. طيب لو كان القوتين مش في محور واحد ومش متعامدين، يعني واحد بيأثر كده وواحد بيأثر كده، الترابيزة هتتحرك فين وقوة كام؟ فبنقول لو انت عندك قوتين مش متعامدتين فأسهل حاجة ان احنا نعملها وطريقة هنثبتها ان احنا نحلل القوة. نحلل القوة ازاي؟ لازم يكون معايا مقدار القوة واتجاهها. طيب الاتجاه ده اللي هو انه اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي مع محور اكس الموجب، لازم الزاوية اللي هتحلل بيها المتجه تكون مع محور اكس الموجب. ماشي. طيب
فبحلل المتجهات، فبيكون في اتجاه اكس اف كوزاين، وفي اتجاه واي المقدار ساين السيتا. وبعد كده بعمل ايه؟ يعني انا هحلل المتجه ده في اتجاه اكس وواي كده، فخلاص هقدر اشيل المتجه طالما حللته لاف واحد واي واف واحد اكس، وده كذلك اف اتنين اكس واف اتنين واي. فدلوقتي كأن بيأثر على الترابيزة دي اربع قوى، اتنين في اتجاه الواي واتنين في اتجاه الاكس، فهجيب محصلة القوى في اتجاه اكس ومحصلة القوة في اتجاه واي. محصلة القوة في اتجاه اكس هتساوي ايه؟ مجموع المتجهات في اتجاه اكس بإشارتها، فده انا رايح ناحية اليسار بالسالب وده اليمين بالموجب، ف اف اتنين اكس بالموجب ناقص اف واحد اكس بالسالب، و اف نت واي الاتنين فوق فالاتنين اشارتهم موجبة. وبعد كده فكأني دلوقتي وصلت ان انا اللي بيأثر على الترابيزة دي قوتين، قوة في اتجاه اكس وقوة في اتجاه واي، فأصبحت عندي الحالة اللي قبل دي قوتين متعامدتين، فأجيب مقدار القوة المحصلة اللي هتحرك بيها الترابيزة بفيثاغورس وأجيب الزاوية اللي هيتحرك بيها الترابيزة بتان انفرس الواي على الاكس. فالكلام ده كله ما فيهوش اي حاجه جديده. طيب تعالوا نفتكر يعني ايه قوه عموديه. كنا بنقول اي جسم على اي سطح في بينهم تلامس، فالجسم بيأثر على السطح بوزنه والسطح بيأثر على الجسم بقوه بنسميها القوه العموديه، كنا بنقول عليها قبل كده اف ان هو بيرمز لها السنادي بان. طيب زي ايه؟ لما انت مثلا تقف فترة طويلة وتحس ان رجلك وجعاك، الوجع ده بيكون جاي منين؟ لان انت بتأثر على الارض بوزنك، فالارض بتأثر عليك بقوة قد وزنك، فعشان كده بتحس بوجع في رجلك او وانت قاعد او اي حاجة، فاي اي قوة انت بتأثر بيها بيقابلك من السطح قوة عمودية. فبنقول ايه تعريف القوة العمودية؟ هي قوة تلامس تعمل على السطح بين جسمين وتتجه دايما بشكل متعامد على السطح. نركز قوي في الكلمة دي، اشمعنى؟ لان دلوقتي لو في كتاب على ترابيزة فتمام القوة العمودية هتبقى عاملة كده. طيب لو الكتاب او لو معلق مثلا لوحة على الحيطة، القوة اللي بتأثر بيها الحيطة على اللوحة اتجاهها فين؟ اتجاهها عمودي على السطح. طيب لو انا حاطط الكتاب ده على سطح منحدر، السطح بيأثر على الكتاب بقوة عمودية اتجاهها فين؟ هل عمودي لفوق كده؟ فبنقول لا، بيقول عمودي على السطح. طيب بعد كده زي ما شفنا في درس الحركة توصلنا القوانين بتحكم الحركة بين الأجسام، وأقدر أتوقع الجسم ده هيبقى سرعته كام بعد زمن معين، أو هيبقى موقعه فين، أو هيبقى عجلته كام وهكذا. فالقوانين هي عبارة عن ناس بتقعد تجرب وتحاول توصل لحاجة ثابتة تقدر تتنبأ بيها الرد فعل الأجسام سواء الحركة أو القوة وهكذا. فاللي درس الموضوع ده بشكل كبير كان اسمه نيوتن. فنيوتن قام عامل ثلاث قوانين بتحكم القوة ما بين الأجسام. يعني إيه؟ قام مفسر القوة اللي بتأثر على الأجسام بثلاث. أول قانون قال إيه؟ يظل الجسم الساكن ساكن والجسم المتحرك بسرعة ثابتة متحرك ما لم تؤثر عليه قوة خارجية. بمعنى إن لو أنت قاعد مكانك دلوقتي هتفضل قاعد مكانك إلا لو أخوك الكبير جاء ضربك وقام مشيك، أو لو دلوقتي أنت ماشي بالعربية وعامل مثبت السرعة على سرعة معينة، فالعربية هتفضل ثابتة على السرعة دي مادام أنت ما دوستش بنزين يعني أثرت عليها بقوة، أو دوست فرامل يعني
أثرت عليها بقوة برضه في الاتجاه المعاكس. في الحالتين اللي احنا قلناهم دول القانون ده بيسمى قانون القصور الذاتي. ليه قانون القصور الذاتي؟ معناه ايه القصور الذاتي؟ القصور الذاتي هو مقاومة الجسم للتغير في حركته، فهو ساكن بيقاوم أي حاجة تغير حركته، أو لو هو متحرك بسرعة ثابتة بيقاوم أي حاجة تغير حركته. طب الحالتين اللي قلناهم، لو أنت قاعد مكانك أو ماشي بالعربية ومثبت سرعة، الحالتين دول أنت فيهم متزن، أنت وأنت قاعد فأنت في حالة اتزان سكوني، وأنت بتتحرك بسرعة ثابتة في حالة اتزان حركي. طيب فلما تشوف كلمة من دول في السؤال، لو قال لك جسم ساكن أو جسم متزن أو جسم يتحرك بسرعة منتظمة أو سرعة ثابتة، تستنتج من دول على طول إن الجسم ده بيخضع لقانون نيوتن الأول اللي بيقول إن محصلة القوة عليه هتساوي صفر. طالما أنت قاعد مكانك فالقوة اللي أنت بتأثر بيها على الكنبة اللي هو وزنك والكنبة بتأثر عليك بقوة عمودية، الاتنين محصلتهم بيساوي صفر. ليه؟ لو كانت القوة العمودية أكبر كنت أنت هتطير في الهواء، هتتأثر بالقوة الأكبر وتسير في اتجاهها. لو كان وزنك أكبر كنت هتاخد الكنبة وتقع. فطالما أنت ثابت مكانك يبقى كل القوة اللي بتأثر عليك متساوية، فيبقى ال N في الاتجاه الأعلى ناقص ال F G في الاتجاه الأسفل يساوي صفر. فمعنى كده ان القوة اللي بتأثر بيها الكنبة عليك بتساوي قوة وزنك عليه. فده قانون نيوتن الأول، لو في جسم ثابت أو جسم بيتحرك بسرعة منتظمة فيبقى محصلة القوة عليه تساوي صفر. طيب القانون التاني لنيوتن بيقول إن لو في قوة محصلة مؤثرة على الجسم لا تساوي الصفر، فالجسم ده هيتحرك بعجلة في نفس اتجاه القوة. يعني انت دلوقتي جبت صندوق، اثرت على الصندوق بقوة، فالصندوق ده هيتحرك بعجلة في نفس اتجاه القوة. فالقانون التاني لنيوتن لو في جسم بيتحرك بعجلة فهتبقى القوة المحصلة عليه تساوي كتلته في العجلة اللي هيتحرك بيها الجسم ده. فالاف نت بيساوي الام في الايه. قانون نيوتن التالت بيقول ايه؟ لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. فلو فاكرين ان شاء الله يعني الموقف ده ما يحصلش، ان لو انت رجعت من امتحان الفيزياء ومتضايق جدا ان انت هتنقص نص درجة، مموت نفسك، فجاي بقى وانت متغاظ في البيت وقمت ضارب الحيطة جامد، فتقوم الحيطة رد عليك بقوة قد القوة اللي انت ضربتها بيها، فإيدك توجعك أكتر فتقعد تعيط أكتر وتعرف أنت نقصت في إيه في الامتحان. فالكل فعل أنت هتعمله بيكون فيه رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. أو زي ما قلنا المثال، وأنت واقف على الأرض لمدة كبيرة بتأثر بإف جي، فالأرض بتأثر عليك بإن، فالقوة دي بتؤدي إن أنت حاسس إن رجلك وجعاك. طيب من أمثلة قوانين نيوتن أو المسائل اللي بتيجي عليها مسائل اسمها الحبال والبكرات. إيه علاقة الحبال والبكرات بقانون نيوتن؟ بنقول إن أنت دلوقتي لما تربط جسم في حبل، إيه اللي بيحصل؟ الجسم بيأثر على الحبل بوزنه. تخيل الحبل ده مجموعة ناس متعلقين كده وشادين بعض. فدلوقتي لما يجي واحد يقوم زائق ده لتحت، فايه اللي هيحصل؟ اللي فوقه ده هيحاول ان هو يشده لفوق، واللي فوقه ده هيحاول ان هو يشده لفوق. فده نفس اللي بيحصل في الحبل، لما بتأثر عليه بقوة بتنشأ في القوة بتنشأ في الحبل قوة بنسميها قوة الشد، بنرمز لها بالرمز T. فأي حبل لما تأثر عليه بقوة، قوة سحب، بتنشأ جوه الحبل قوة شد، والقوة دي بتبقى متساوية في كل أجزاء الحبل. طيب إيه البكرات؟ لو أنت جبت حبل عديته على بكرة كده وربطت الناحية التانية وزن كده، طيب البكرة دي بتعمل إيه؟
اتفقنا ان قوة الشد في الحبل كلها بتبقى متساوية، فالمفروض لو قوة الشد في الحبل حتى لو انت تنيته هتبقى عاملة كده. قوة الشد هنا هي قوة الشد هنا. فأول حاجة بتعملها البكرة ان قوة الشد على جانبيها بتبقى متساوية. امال ايه اللي بتعمله البكرة مختلف؟ ان بتخلي اتجاه قوة الشد على جانبيها في اتجاهين متعاكسين. تقول لي ازاي ده طالع وده طالع وتقول لي ان الاتجاه قوة الشد متعاكس؟ اقول لك هتلاحظها هنا، لو قوة الشد ماشية في اتجاهها كده فهتلاحظ ان هي اتجاهها اتعكس في الناحية التانية. فده اللي بيخلي لما انت تأثر على الجسم القوة هنا تخلي الحاجة دي تطلع، لان قوة الشد الناحية دي اتعكست. فبنقول من تطبيقات قوانين نيوتن، لما تسحب حبل في اتجاه معين بيكون اتجاه القوة الناتجة عن سحب الحبل في اتجاه الحبل نفسه، وبتنتقل القوة دي عبر الحبل بأكمله من دون ان تتغير، والقوة دي بنسميها قوة الشد. ولما تسحب حبل متعلق على بكرة بيكون مقدار قوة الشد متساوي على جانبي البكرة ولكن في اتجاه متعاكس. طيب بعد كده بنتكلم عن حاجة كنا أخدناها قبل كده برضو، ألا وهي القوة على سطح مائل. يعني لو في واحد بيتزحلق، لو انت حاطط كتاب على جسم مائل ايا كان، وبعد كده عايزين ندرس حركة الجسم ده على المستوى المائل، كان اهم حاجة في المستوى المائل هو ايه اللي بيدوني في المسألة؟ يقول لي ينزلق متزلج مثلا على منحدر مائل على المستوى الافقي بزاوية كذا. اول حاجة لازم تتأكد منها ان الزاوية اللي مديها لك مع الافقي. لو قال المنحدر عامل زاوية وليكن 30 مع الرأسي، فتقوم لغي ال 30 دي وهنشتغل بالمتممة بتاعتها اللي هي وليكن 60. فأول حاجة تطلعها في المعطيات هي الزاوية اللي عاملها المنحدر مع المستوى الأفقي. طيب بشكل عام، وخلي بالكم من الجملة دي كويس، أي مسألة قوة هتجيلنا هنمشي على الخطوات دي بالترتيب في كل المسائل. هنعمل ايه؟ أول حاجة نرسم المسألة ونرسم مخطط الجسم الحر. ايه مخطط الجسم الحر؟ ان انت ترسم الجسم وترسم كل القوى المؤثرة عليه. فعامة في أي مسألة أي جسم بيبقى ليه قوة وزن، وقوة الوزن على المستوى المائل كده كده بتبقى للأسفل. ما تقوليش ان هي هتبقى عمودية على المستوى، لا، قوة الوزن لأسفل. الأرض بتأثر على أي جسم لأسفل مهما كان هو محطوط عليه. طيب وتاني حاجة، طالما جسم محطوط على مستوى فالسطح بيأثر على الجسم بقوة عمودية على السطح. وبعد كده على حسب بقى، يقولك في قوة بتأثر هنا، يقولك في قوة احتكاك، أيا كان. هنخش في الاحتكاك الفيديو الجاي. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ يبقى اول حاجة رسم مخطط الجسم الحر. تاني حاجة، في اول خطوة برضو بنحدد اتجاه الاكس والواي. احنا قبل كده لما كان الجسم بيتحرك فكان يا اما بيتحرك في اتجاه اكس او واي، فكانت المحاور بتاعتنا بتبقى عمودية بالشكل العادي بتاعنا. لكن دلوقتي الجسم ده هيبقى اتجاه حركته فين؟ هيبقى اتجاه حركته كده. فعشان اسهل على نفسي بقوم فارض ان اتجاه الاكس والواي بتاع الجسم ده الاكس بيبقى موازي للمستوى الافقي والواي عمودي على المستوى الافقي. فالمحاور بتاعتي فين؟ المحاور بتاعتي ده كده الواي وده كده الاكس. طيب دلوقتي قوة الان دي في اتجاه الواي الموجب، فمش محتاج احللها. طب قوة الاف جي، هل دي على محور؟ لا، دي ما بين الاكس الموجب والواي السالب. طب احللها ازاي؟ احنا اتفقنا ان اي قوة عندنا مش عمودية ولا افقية احللها عشان بعد كده لما اجيب المحصلة تبقى كل القوة عمودية عندي. طيب فتاني حاجة في مسائل القوة على مستوى مائل ان انا بحلل مركبة الوزن لمركبتين افقية ورأسية. احللها ازاي؟ دايما كنا متعودين ان تحليل المتجه في اتجاه اكس يكون اف كوزاين سيتا، لكن هنا الموضوع مختلف. ليه؟
لان الثيتا اللي انا بستخدمها هنا هي زاويه ميل المنحدر مع الافقي. طيب، فدلوقتي انا دلوقتي عندي المتجه ده عايز احلله، فعايز اشوف انهي زاويه اللي متاحه معايا، فعايز اشوف زاويه الثيتا ديت هي الزاويه واحد ولا الزاويه اتنين. فباستنتاج بسيط هندسيا هنقوله في دقيقه بالظبط، دلوقتي المثلث ده 90 درجه والزاويه دي والزاويه دي ثيتا، يبقى الزاويه دي 90 ناقص ثيتا، يعني دي بتتمم دي. طيب، والمثلث ده 90 درجه، ده محور اكس وده محور واي، فدي ب90. طيب، وانا عارف ان الزاويه دي ب90 ناقص ثيتا، فافهم من كده ان الزاويه دي هي الثيتا. يعني ايه؟ بما ان الزاويه دي بتتمم الزاويه دي ونفس الزاويه بتتمم زاويه تانيه، فافهم من كده ان الزاويتين دول متساويتين. طيب، نسيبنا من كل ده، فاثبتنا ان دي الزاويه. لو انا عندي متجه كده عامل زاويه كده، بحلله ازاي؟ على القريب كوزاين، على البعيد ساين. طب لو انا عندي عامل كده على القريب كوزاين، على البعيد ساين. طيب لو انا عندي عامل كده، ده الاكس وده الواي، عايز احلل اف جي لمركبه اكس واحلل اف جي على مركبه واي، فيبقى على القريب من الزاويه كوزاين، فهنا الاف جي واي هتساوي اف جي كوزاين ثيتا، عكس اللي احنا كنا متعودين عليه قبل كده. ليه؟ لان الثيتا ديت هي زاويه ميل المنحدر، والاكس هي اللي هتبقى اف جي ساين ثيتا. فيبقى الخطوات اللي بمشي عليها، برسم مخطط الجسم الحر والنظام الاحداثي ان المحور الافقي موازي والمحور الراسي عمودي، وبحلل وزن مركبتين الافقي ساين العمودي كوزاين، وبعد كده بقوم قاسم الصفحه 2 كده، واكتب هنا اكس واكتب هنا واي، واسال نفسي هل الجسم بيتحرك في اتجاه الاكس سواء فوق او تحت؟ لو بيتحرك بعجله يبقى هطبق قانون نيوتن التاني، محصله القوه بتساوي الام في الاي، واشوف ايه كل محصله القوه، فاقوم عامل زي مستطيل كده على الاكس واشوف كل القوه اللي بتاثر في اتجاه الاكس. اولا بحدد اتجاه الحركه هو الموجب سواء لتحت او لفوق لو هو ذكره، وبقول اي قوه في الاتجاه ده بالموجب ناقص اي قوه في الاتجاه ده بيساوي الام في الاي. طب لو الجسم ما بيتحركش وليكن في اتجاه واي، الجسم ما بيتحركش، فبيبقى محصله القوه في اتجاه الواي يساوي صفر. فشوف كل القوه اللي بتاثر على الجسم في اتجاه واي، وليكن في المثال ده ان القوه العموديه الاعلى في الاتجاه الموجب في اتجاه واي الموجب بالموجب، والاف جي واي في اتجاه الواي السالب بصفر، وابدا احل مسالتي واشوف هو طالب ايه، واطلع من المعطيات اللي مدهاني المطلوب اللي هو عايزه. طيب، في المساله ديت مثلا الداخله في الهيكل، عندي متزلج بينزلق على مستوى مايل، فكان لما حللت الوزن بتاعه بام جي ساين ثيتا وام جي كوزاين ثيتا وده الان، وكان مستوى عديم الاحتكاك، فكنا بنقول محصلة القوة في اتجاه الاكس لانه قال ان هو بيتحرك للاسفل، فيبقى محصلة القوة في اتجاه الاكس يساوي الام في الاي. فالعجلة اللي بيتحرك بيها المتزلج ده هتساوي جي ساين ثيتا. افهم من كده ايه؟ ان تسارع الجسم المنزلق ما بيعتمدش على كتلته، يعني لو نزلت فيل ونزلت قطة التسارع بتاعهم ما بيعتمدش على الكتلة، بيعتمد فقط على زاوية ميل المنحدر، ولما ناخد الاحتكاك هنعرف ان هو بيعتمد على معامل الاحتكاك بين السطحين. طيب، لما زود زاوية الميل بتاعة المستوى، ايه اللي هيحصل للمركبة اكس ومركبة واي؟ طب مركبة اكس بتعتمد على الساين طردي، ومركبة الواي بتعتمد على الكوزاين طردي. طب الثيتا بتتناسب مع الساين ايه ومع الكوزاين ايه؟ تمام، كنا اثبتناها قبل كده ان هي بتتناسب مع الساين طردي ومع الكوزاين
عكسي، جرب كده بزاويتين وشوف لما الزاوية بتزيد قيمة الساين بتاع الزاوية بيحصل في ايه، وقيمة الكوزاين بتاع الزاوية بيحصل في ايه. طيب لما الزاوية تزيد الساين يزيد، فمركبة الاكس هتزيد، مركبة الاكس اللي هي بتخلي الجسم اصلا ينزل. فطبيعي لما ازود زاوية ميل المستوى الجسم هينزلق بشكل اكبر. وكمان مركبة الواي اللي هي هنعرف بعد كده ان هي ليها دخل كبير بقوة الاحتكاك اللي بيتأثر بها الجسم اللي بينزل على مستوى مايل هتقل. ليه؟ الزاوية زادت، الكوزين قل، الكوزين قل يبقى القوة العمودية قلت. فبزيادة زاوية ميل المستوى بتقل المركبة الرئيسية، وهنعرف بعد كده ان هي بتقل العمودية وقوة الاحتكاك، وبتزداد المركبة الأفقية الوزن، فعشان كده بيزيد التسارع بتاعه بزيادة الزاوية. طيب في مسائل البكرات عندي نوعين من مسائل البكرات، يا إما بكرتين واحدة معلقة وواحدة على مستوى أفقي، يا إما الاتنين معلقين. بعمل إيه؟ بمشي بنفس الخطوات، أرسم مخطط الجسم الحر، فأجي عند الجسم ده وأشوف القوة اللي بتأثر عليه، وعند الجسم ده القوة اللي بتأثر عليه. ولو هو قال لي إن المجموعة دي كلها بتتحرك بعجلة، يبقى F نت اللي هي T ناقص F جي بتساوي الام في الاي، وديت في اتجاه اكس لو بيتحرك بعجلة يبقى T اللي بتأثر عليه بتساوي الام في الاي، والان بتساوي الاف جي واحد ودي اتنين. فلما هاجي هنا ده ام واحد، هشيل T اللي هنا لان اتفقنا ان T هنا بيساوي T هنا، فام واحد A ناقص M2 G بيساوي M2 A. طيب لما اودي دي الناحية التانية يبقى M2، بس احنا هنا فرضين ان الحركة ان المجموعة دي هتتحرك لأسفل، فالعجلة هنا هتكون بالسالب. خلي بالكم الفكرة دي، لو انا فارض ان الجسم ده هو اللي هيشد وينزل لتحت فهيتحرك بعجلة، فمحصلة القوة هتساوي الكتلة في العجلة، والعجلة هنا متجه، فلازم أحط سالب. فهودي سالب M2A الناحية التانية، فM1A زائد M2A يساوي M2G، ودي دي الناحية التانية، فهينتج لي لما أخد الـ A عامل مشترك، العجلة اللي هيتحرك بيها المجموعة دي كلها، لأن الجسم ده لما يتحرك هيحرك الحبل ده بنفس العجلة، وده كمان وده كمان، فالعجلة كلها ثابتة المجموعة كلها. فالاي هتساوي ام 2 جي على ام 1 زائد ام 2. عايزكوا تعملوا نفس الكلام وتستنتجوا العجلة اللي هيتحرك بيها المجموعة دي كلها هتساوي ايه. طيب فمن المعادلة دي بيتبين ان مقدار العجلة دايما اصغر من الجي. ليه؟ لان لما تجيب رقم وتطرح منه رقم تاني على مجموع الرقمين، فدايما الكسر ده هيبقى أقل من الواحد، ولما تضرب رقم في قيمة أقل من الواحد دايما هتطلع أقل من الرقم ده. لما تضرب مثلا الجي اللي هي 9.8 في أي قيمة أقل من الواحد، فهتطلع الاي برقم أقل من الجي. فدايما العجلة اللي بيتحرك بيها الجسمين دول هتكون أقل من عجلة الجاذبية. ولو تساوت الكتلتين يعني ام واحد بتساوي ام اتنين، فأكيد هتساوي صفر، فالعجلة اللي هتتحركوا بيها تبقى بتساوي صفر. فلو هما ثابتين هيفضلوا ثابتين، ولو بيتحركوا بسرعة ثابتة هيفضلوا يتحركوا بسرعة ثابتة. طيب هنكتفي بهذا القدر. الفيديو الجاي إن شاء الله هنشرح فيه الاحتكاك، ونشرح فيه جزء مقاومة الهواء. لو عندكم أي استفسار ابعتولنا ونشوفكم على خير.